السلام عليكم، اولا صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. كيف ما كتعرفوا دائما هذا هو الشعار ديالي ليكم. مهم نتوما ما فهمتوا والو، انا في واحد البلاصه اللي كنظن بزاف ديال المتتبعات اللي بداو معايا من الاول ديال الفيديوهات ديالي غيعرفوني فين. انا عند ماما الحاجه واخيرا الحمد لله. من بعد 3 شهور ديال الكونفينمون ونقدر نقول لكم اكثر من 3 شهور ما شفتهاش، واليوم جيت شفت خوتي، شفت الوالد، شفت ماما، الحمد لله كلهم لاباس عليهم وصحتهم لاباس، اللهم لك الحمد. مهم انا كتعرفوا اي واحد ملي كيبغيو يجيو عنده الناس، واخا انا ماشي ناس، ولكن بحكم ان الوالده شحال هذه ما شافتنيش، زعما كتبغي دير ليا شي حاجه زوينه اولا كتبغي دير البنات شي حاجه زوينه. وبحكم اننا مغاربه ملي كنبغيو نضيفوا شي حد، يا اما كنديروا مثلا اللحم بالمشماش ولا اللحم بالبرقوق ولا الدجاج بكل انواعه ولا ضلع ولا 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 الى اخره. انا كاينه واحد الحاجه كديرها ماما، نوع من انواع ديال الدجاج، عندها بزاف ديال انواع ديال الدجاج اللي غنشاركهم معكم ان شاء الله من بعد. هو الدجاج البيضاوي، هو الدجاج المضغمر اولا اللي كنقدروا نقولوا الدجاج ديال العراسات اللي كيجي مضغمر على حقه وطريقه بنين. يا سلام بناتي، هاد الوصفه كيحماقوا عليها وقالت لي يا بنتي انا غادي ندير لكم شنو بغيتوا، هي راه خياراتنا واش ندير لكم هذه ولا هذيك. لا 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 ماما ديرنا هذاك الدجاج اللي اللي كيبغيو البنات. فانا طالب الوحيد اللي كان عندي ليها هو قلت لها عافاك ماما، انا كنعرفها هي كتبغي تشرمل الدجاج بالليل، قلت لها عافاك ماما الدجاج ما تشرمليش حتى نجي غدا في الصباح باش نصورو، وهذا الشيء اللي غادي نديرو. ودابا غادي ندوزو نمشيو للكوزينه باش نشوفو الطريقه والمقادير. واحد الحاجه بغيت نقولها لكم، ما تمشيو فين باش ملي يطيب الدجاج وشوفوا الشكل النهائي. بغيت نشارك معكم واحد الحاجه اللي شحال هذه وانا كنتسناها، وصلتني من مدينه مراكش، واحد الحاجه زوينه 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 بزاف. وشنو نقول لكم، اي مره في البيت ديالها غيعجبها هذا الشيء اللي غادي نوريها، وهذا الشيء زوين وما نكملش لكم حتى الاخر ديال الفيديو ونتلاقاو. حليب زهر على حسب الدجاج اللي عندي. شحال الكميه تاع الدجاج؟ على حسب الدجاج اللي عندي انا، هادو دابا 5 دجاجات، بزار خرقوم وسكنجبير وكبي كلشي وتقريبا هنا واحد معلقه كبيره ديال السمن. الناس اللي تيبغيو السمن ممكن انهم يزيدوا السمن. القزبر والمعدنوس والثومه مدقوقين، شويه الملحه باش يدك، مدقوقين في المهراز. نديرو الزعفران الشعره، الزعفران الشعره اللي حنا رقدناه في الماء سخون. غندير غير نص، غندير غير نص. هذه الزيت البلديه حتى هو غندير غير نص. هذا الحامض، الحامض تقريبا الحامضه ماما، هادي شي جوج الحامضات، جوج الحامضات. علاش هما كديري الحامض معصر؟ باش كيجمع الدجاج وكيعطيه واحد البنه زوينه مع البصله، كيهرس ديك الحلاوه ديال البصله باش كيجي، حيت فيه الزيتون باش كيجي ما هو محمض ما هو حلو. وغادي نزيدو الثومه، دابا درنا الثومه هنايا مدقوقه، درت غير واحد شويه، ودابا غنزيد من الثومه حيت الدجاج يبغي الثومه. هذا تنعركو، هذا بابا ديال الحامض مرقد، انا غنزيد نعركه هنا بيديا باش يطيب مع الدجاج، اي البابا، وهذا نزوقو به الدجاج. بيسا ونويويرا وقعقله وكنعنا حتى شويه ديال الهيل، المهم هادو معروفين اللي كيداروا في الدجاج. حاجه اللي كدير ماما دائما هو ما عمرها ما كتاخذهم من عند العطار مطحونين، كتاخذهم صحاح وتتحتفظ عليهم بواحد القرعه ديال الزاج. منين تنبغيو نطيبو سواء اللحم ولا الدجاج كنسخنهم واحد شويه كيتصهدوا في المقله، بحال دابا هادو راه صهدناهم عاد غنطحنهم. دابا انا هادشي غادي ندير، غندوز نطحن هادشي ونطلقاو. هلا هي العطريه راه عرفتي منين تتصهد وتطحن لانه باقا جديده، عاطيه واحد الريحه رائعه. انا غادي نكبها. بسم الله، هذا ماشي الدجاج الرومي، هذا الدجاج الكروازي. الدجاج الكروازي كيجي بنين، كيقول لي الدجاج الطوسي تيجي بنين حسن من الدجاج الرومي، وكيجي بحال اللي كتاكلي في الدجاج البلدي. يلا بسم الله.
بالنسبه للدجاج اللي عندها الوقت ويتشرمل بالليل ماما يبات في الثلاجه يبات في الثلاجه اولا الصباح بكري تشرملوه بواحد ساعتين بالمكانه هيا هاد القمه اللي درت يلا هي هذيك هي هذيك مع خمسه دجاجات علاش حنا درنا خمسه دجاجات هذا راه تيمسخ واني راه تيكون بنين ولكن عاوتاني راه تبارك الله راه جربوه جربوه راه تيكون بنين احسن من الرومي لا الرومي حتى هو زوين ماشي ما زوينش فيه اللحم هذا لا هذا تي بنين بزاف كاع العطريه راها بالنسبه للخمسه دجاجه تقريبا داك البزار وسكين جوج معالق جوج معالق صغار ولا كبار لا معالق صغار اللي عندي اذا بحال معلقه كبيره اه معلقه كبيرة. معلقه كبيره معلقه كبيره من كل حاجه من سكنجبير ومن خرقوم وبزار وكيبقى عاوتاني في العطريه تتبقى كل واحد وواحد الذوق ديالو الذوق ديالو العطريه كثيره العطريه قليله على حسب دابا غتجمعي ليه رجيلاتو غتقمطيها الوالده ياك تقمط مسكين مسكين تقمط مسكين خصو يتقمط دابا هذا راه ما كيتحلش هذا هو اللي زوين ما كيشوهكش مع الضياف تيبقى في الجموع ما تحتاج تربط غادي يطيب وكي مش مع راسو صافي اختي اري داك البصله كبيها هنا الوسط تقريبا كيلو ديال البصله مشل الدرقيق ومازال كاينه بصله اخرى حتى يطيب الدجاج ونحيدو عاد غنزيدو البصله باش نضغمو كلشي هادي غنديرو نزيدو هي هي غنديرو هاد الثانيه حيت باش الدجاج الا درناه يتشحر فاش ما يلصقش على الطنجره على الطنجره كنفرشو ليه البصله والدجاج ملي تبغيو ديروا البصله وديروه يتقلى ديما الى الدجاج الرومي ولا كلشي تقلبوه على هكا على الصدر الصدر هذا دابا حتى يشد شويه عن نتقبو بالقطيب باش يدخل ليه الطياب ديما هكا الصدر الصدر يكون هو التحتاني صافي دابا غديريها ماما يتقلى هادو القشيوشات ديال الدجاج العنيقات والكانزا ديالهم هما مغسولين مقطعين ناضين حتى هما غادي نديروهم مع الدجاج حيت هادو حتى هما كيطيبوا مع الدجاج ها هما هاد القضيه راه كل العيالات كيديروها صافي هنا بالنسبه للزيتون اللي غادي تزوق به ماما الدجاج من الفوق فضلت انها دير الزيتون الاخضر علاش لان الزيتون الاحمر قالت لك اغلبيه كيكون معجن وكيكون فهمتي كيكون كله صباغه والخضر هو اللي كيتكال وكيكون بنين شنو كدير لي هي كتسلق هذاك الزيتون علاش كتسلقو كتسلقو باش كيتحيد منه الصودا كتسلقي واحد شويه منه الصودا ومنين تيتسلق كتصفيه من هاد الماء وفاش كيطيب الدجاج كتاخذ من المريقه ديال الدجاج كتاخذ منها واحد المغرفه صغيره وكتزيدها على الزيتون وكتخليها تتشرب داك الزيتون كيتشرب هذيك المريقه باش كيجي بنين هذا سر من الاسرار بغيت نقول لكم واحد الحاجه هو راه ماما زادت واحد شويه ديال الماء لان غير شويه ماشي بزاف حيت الدجاج كروازي ماشي بحال الرومي الرومي ما تقدروا تزيدوا فيه حتى شي حاجه اما هذا الدجاج كروازي كيهش شويه طياب هذه هي لاستيوس اللي قلت لكم عليها قبيله اللي كدير ماما باش كيجي حتى داك الزيتون كيجي بنين هاد الكميه الثانيه ماما ديال البصله شحال تيما شي كيلو ونص يمكن يعني كيلو ونص في الاول شحال قلنا في الاول كيلو ونص تجي الدغميره تجي الدغميره حيت حنا كنديروا بصله كثيره باش تجي ديك الدغميره لان كتعرفوا البصله كتذوب يلاه يلاه وحنا راه عزيز علينا التغماس واش غادي يبقى بنادم ياكل عرق الدجاج لا خلاص الدغميره غنمس صافي دابا ترجعي الدجاجه في الطنجره صافي تطيح هذه البصله هذه حيت الدجاج صافي راه قريب يطيب شتي كيتكنز الجماع فوالا هذا هو الزيتون اللي فيه المريقه دابا غادي نديروه يتقلى واحد شويه باش يتلبس بهذيك المرقه صافي دابا الدجاج من بعد ما طاب غادي نحيدوه باش ندخلوه للفران
الكمالة ديال زيت المائدة، نص كاس اللي بقى، وهذا نص كاس ديال زيت العود، زيت الزيتون. صافي دابا غادي تخلي ديك المريقه وديك البصيله كتقلى باش تعسل، باش يبقى يتقلى حتى ما يبقى فيها والو حتى الضغمر. هادشي البصله اللي درناها بالزيت، هالبصله اللي درنا يلا مع خمسه ديال الدجاجات كباش تجي مضغمره. دابا هي غادي تبقى تقلى تتوقف في الزيت ديالها، كيف تنقولوا ماما كتوقف في دامها هذاك الشيء اللي كاين. صافي دابا غنخليوها، ايوا نخليوها هكا منفسه باش ما غنجيو نحركو الدجاج. ماما غادي يدهنوا بزبيده، سمينه وزبيده. هذا ما تنديرش فيه انا التحميره باش ما تخلطش البنه، حيت ما فيش التحميره باش غنديروا ليه التحميره. صافي وحنا راه حطينا هنا لان لاطا درنا ليها البابي كويسه باش ما الدجاج ما يكون كيتحمر ما يلصقش لنا في اللاطا. واحد المعلومه اخرى اللي بغيت نقولها بالنسبه لهذا الفران، هذا بزاف ديال المتتبعات كنشوفوا هذا الفران في الفيديوهات اللي كنت سبق ليا صورت مع ماما وسولوني على الفران، قالوا لي واش الفران زوين، واش كيطيب مزيان ولا كيفاش كطيبي فيه. المهم بغيت نقول لكم ان الفران واعر واعر واعر، وخذوه بعينكم مغمضين. شنو نقول لكم، ما نقولش لكم البصيله كيفاش كيخرجها، ما نقولش لكم التحمر كيفاش كيحمر، كيطيب الحلوه القرص الدجاج يحمروا بسطيله مسمن اي حاجه درتوها فيه خطيره. مهم حنا كنا خدينا وقيل عالم اظن في 2012 كنا خدينا بشي 800 درهم 2012، دابا نورمالمون غادي يكونوا طاحوا في الثمن، ولكن شوفوا بعينكم مغمضين. دابا غادي ندخل الدجاج، هادشي راه سخون، والخبز يطيب الخبز واعر. هانتوما شوفوا معايا، ها هي الضغميره حتى وقفات في الزويته ديالها، ها هي البصيله فين تعسلات، بصيله محمره معسله. وحاجه اخرى حنا ما كنديروا فيها لا سكر لا سنيده باش تعسل، كاين بعض الناس اللي كيديروا فيها شويه ديال السكر باش ديك البصيله زعما كتجي حلوه، حنا ما كنديروا حتى حاجه. السر ديال الضغميره هو التحريك، شي حد يجلس حدا الطنجره ويحرك يحرك يحرك حتى تضغمر مزيان وكتعسل ديك البصيله، كتبقاو تحركوا حتى كتعسل هي بوحدها، هي اصلا البصله حلوه علاش غنزيدوا فيها السكر. المهم زوينات ديالي الحلقه راه قريبه تسالي، دجاجنا راه في الفران كيتحمر، دغميرتنا وشفتوها راه دغمرات، ماشي غير دغمرات راه تعسلات مزيان وعطي دقته جات لذيذه 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 بزاف. ولكن قلت قبل ما نحطوا داكشي فوق الطبله، قلت نشارك معكم داكشي اللي قلت لكم عليه في الاول ديال الفيديو، قلت لكم غنشارك معكم شي حاجه وصلتني من مراكش واللي منيم تا وانا كنتسنى انها توصلني وفرحانه بها بزاف بزاف بزاف. عاد هاد القضيه علاش بغيت نشاركها معكم، انا كنعرف حنا عيالات كعيالات عزيز علينا الطبله تكون زوينه، عزيز علينا الطبله تكون متوله، عزيز علينا نفرحوا بريوسنا قبل من الناس، ايضا كنفرحوا بالناس، ولكن علاش لا انا ولا ولادي ولا راجلي ومع عائلتي الصغيره نفرح براسي وندير حويجات يكونوا زوينين، ندير سيرفيس يكون زوين، غير شوفه كتفتح الشهيه. مهم علاش بغيت نشارك معكم بالضبط هذا الشيء، على قبل كاين بزاف ديال الناس كانوا كيقولوا لي هدى خصنا نشجعوا المنتوج المغربي، داك الشيء علاش انا بغيت نشارك معكم هذا لو سيرفيس اللي وصلني من عند تجمعتي مراكش. شنو اللي عجبني عند تجمعتي مراكش، هاد
هاد لو سيرفيس هو بورسلين وهاد الشيء اللي فيه سي هادي كلها سي دو لا بينتور ا لا ما كل شيء مصبوغ باليد انا غنعطيكم بحالاش هادشي تماما بالنسبه للناس اللي تعجبهم شي حاجه اللي فيها الاصاله واللي يعجبني عند هاد الناس هو عندهم الاصاله والمعاصره يعني ما هو تقليدي وكيدخلوا عليه ديك لاتوش عصريه واللي يعجبني اخر هو كتقدروا تمشيو وكتختاروا مثلا دابا هو بورسولين وكتختاروا الزواقه اللي بغيتو تتقول له عافاك دير لي هاد الزواقه وحاجه اخرى كتقدروا تختاروا لي كولور اللي بغيتو على حساب مثلا لا لاب اللي عندكم على حساب الصالون اللي عندكم وعلى حساب الفراش اللي عندكم هذا هو اللي زوين يعني ما كيخليوكش كتبقى في واحد البلاصه منحصر في واحد في الشوروم هادشي اللي كاين لا ممكن تمشي والبورسولين عندهم واعر كاليتي زوينه ممكن تمشي وتختار له اللي بغيتي وتختار الزواقه اللي بغيتي وديك الزواقه كتبقى ما بين بلديه وعصريه هذا هو اللي عجبني عندهم انا اختاريت هذا اللون هذا لانه انا كنحماق على اللون الاسود مع الذهبي هذا راه لوغ كارا ذهب كارا هذا مهم بالنسبه لو سيرفيس شنو كيجي فيه هاد الشيء عجبكم انا غادي نبارطاجي معكم في صندوق الوصف غادي نخلي لكم لاباج ديال الانستغرام ديالهم اللي هي تجمعتي مراكش وممكن تدخلوا تشوفوا لاباج وتفرجوا وتسقيو عويناتكم وصافي المهم انا داكشي اللي عندهم بعدا كيعجبني هادشي اللي كاين وندوزو نشوفوا الدجاج ديالنا باش نحطوه فوق الطبيله مرحبا بكم ألف مرحبا والله ما كرهتكم كنتوا اليوم كلكم معايا لأن أنا اليوم فرحانة عند الوالدة وكنحس براسي بحال اليوم رحنا عندنا عيد هادشي اللي كاين والله ما خبيت عليكم شي حاجة داكشي اللي كاين تقاسمناه معكم والأسرار ديال طياب ديال الوالده كيفاش كدير الدجاج تقاسمناها معكم وماما قالت لي عافاك قولي لهم راه حنا ما زدناش الملحه داك الشويه كيقد الملحه اللي دقات بها القزبور ومع النص ومع داك شويه الثومه فقط لانه البابا ديال الحامض مصير حامضه والعصير الحامض اللي درنا ومع السمن حتى هو مالح والبابا مالحه فعاتي الملحه جد جوست هي فعندكم تكثروا الملحه هي رافقناها مع شويه ديال السلطات خص ومطيشه وخيار هاد الشويليضه معروفه عندنا في المغرب مطيشه وفلفل مشويه ومع شويه ديال الزعلوك وهادشي اللي كاين نتمنى الحلقه ديال اليوم تكون عجباتكم وتكون نالت رضاكم ولا بغيتوا شي حاجه زوينه اخرى من عند ماما الحاجه قولوها ليا
وانا غادي نقولها لها ان شاء الله ونجي نصور معها، ولكن شوفوا انا بيتها عندها غاسكتوا غنخرجها منها ضروري، غنقول لها تصوب لنا شي حاجه. نتلاقاو في الحلقه الجايه باذن الله، والسلام عليكم.